اي وقت في الجامع. مي في اللايف هضرنا شويه جينيرال، دابا غنحاولوا نهضروا على البروداكت ريسيرش، كيفاش انك تقلب على واحد البرودوي عند صحاب الجمله وتعزل البرودوي ديالك. شنو خاص يكون في البرودوي، ما تحاولش شنو ما تحاولش دير. اوكي سو خلينا اكتيفي دو نوت ديستراب باش ما يصوني ليا حتى واحد ويقطع اللايف. اوبا سو كيما قلت، كيفاش تعزل البرودو، فاش غتمشي نتايا تشوف لي برودوي اللي جايين، اما غتشوف لي برودوي اللي باقي ما طلونصا. ما تحاولش انك تشوف واحد النوع بزاف ديال لي برودوي من لونسيين والناس شايبيعو فيهم وتبغي حتى انت تمشي تبيع فيهم، حاول انك تبعد عليهم، حاول انك تبعد على دوك لي برودوي. اي حاجه خدام عليها الناس بزاف بعد عليها نتايا، يعني الا كنتي نتايا باغي تبدا دير دي كوموند مزيانين وباغي دير اوردرز مزيانين، راه خاصك ما ديرش داكشي اللي تيديروا الناس، حيتاش الا هزينا واحد البرودوي هزينا هذا كلشي تيبيع. اوكي تتكون فيه كومبيتيسيون، تيكون تطيح في ناس ديجا شراو مثلا وما عجبهمش البروداكت، تطيح في بزاف ديال المشاكل. اما نتايا الا مشيتي عند مول الجمله، اوكي انت غتشوف، انت خاص ديما تبقى متبع الماركت شنو فيه، خاص تبقى عارف شنو الناس اللي خدامين عليه، اوكي باش تدخل تيبانوا لك حوايج اللي الناس ما خدامينش عليه. وكيفاش كيف غتقول لي عاوتاني كيفاش نعرف ان الناس خدامين عليه؟ راه غتقلب غير في فيسبوك، اما حنايا في المغرب دابا يعني راه انت غالبا غتكون مطارقيتي يكون عندك واحد جوج لي فيسبوك، تبدا تشوف بيهم شنو تيلونسيو الناس، شنو تيطلقوا لي الاتس وسي فيهم، فهمتي؟ عرف شنو هي النوعيه ديال لي بروداكت اللي تيطلقوا، كيفاش تيطلقوا لي تيطلق ليهم الاتس. اوكي ابري نتايا حاول تعزل، فريمون راه كاينين بزاف ديال لي بروداكت عند صحاب الجمله اللي تتلقى عام ولا عامين وهما جالسين تما، دوزون وهما جالسين عندو تما ما كيتباعوش. كان وقعت ليا مع واحد البروداكت سيكو انا جبته خديته من عند صحاب الزبله، وقع عندي داك البروداكت، يعني كنت تمشي كناخد دي بروداكت غير باش نتيستيهم انا نشوف كيفاش دايرين كومون سا مارش، ما كنحاولش مثلا نبيع اي حاجه كيف ما كانت صافي خاصني غير نبيع ولا، مي كنحاول داك الشيء اللي تنبيع فريمون يكون او موا تيدير شي حاجه، ماشي انك غتبدا تبيع لي جات، حيت كاين بزاف ديال لي بروداكت ديال عاشوره تتلقى بروداكت تباغي تبيعو ب 250 ولا 299 درهم ولا، و تتلقى فريمون راه ما تيديرش ديك الفونكسيون، راه ما تيخدمش مزيان. علاش غنبيعو؟ تنقول اوكي هادو اللي فيهم هادو باينه غيكون فيهم داك النيجاتيف فيدباك بلا ما نخدم عليهم. تشوف دوك لي برودوي اللي مزيانين، راه عطا الله لي برودوي راه فريمون ضربو مره بحال رجعوا هو تشاينا كاينين دي بروداكت تما اللي تلقاهم في ضربه مره واقيلا ما تلقاهمش تشاينا. اوكي حاول تعزل دوك لي بروداكت اللي هما غابرين، غتدخل عند مول الجمله غتبدا غير كتصور نتايا في لي بروداكت، غتبدا غير كتصور غتلقى دي برودوي اللي ما ملونسينش. حاولوا انكم شويه تخدموا بروفيسيونيل، ما تحاولوش يعني غير تبغي تبيع ولا، حاول تضرب على ديك السميه ديال السطور ديالك انها تعرف شويه في المغرب، يعني اون فوا غتعرف شويه داك لو نون ديال السطور ديالك في المغرب غيكون عندك واحد لو نومبر ديال لي كوموند وواحد لي كليون ديالك اللي هما محترمين و تيشريو مره جوج ثلاثه اكسيتيرا. واه شنو عندهم محلات تما؟ لا صاحبي لا الساط الا صورتي اي جري عليك. لا انا خويا راه كنت نمشي انا ماشي شي واحد، انا كنت نمشي عند موالين الجمله ياك برجلي تنمشي وكنشوف وكنصور، ما عمر شي واحد هضر معايا خذ لوتوريزاسيون ديالو واش بوسيبل نصور، راه عندي راه بغيت نخدم على هاد لي برودوي هادو خاصني نصورهم باش نعقل على لو نون ديالهم، فريمون ما كاين حتى مشكل. جربت واحد البروداكت اليوم خدموا عليه الناس في 2014 وجاب لي لي كوموند، وي خويا غيجيب لك لا كوموند، ما
الاخ سميه عبدول، عبدول المسعودي. اخ عبدول ما قلتلكش ما غاديش يجيب لي كوموند، راه اي بروداكت خاص يجيب لي كوموند، فهمتي؟ وحنا ما عندناش مشكل ديال لي كوموند، ما هذيك ماشي هي المشكله ديالنا. حنا بغينا برودوي مزيان غيجيب لي كوموند ناقص في الفيدباك الخايب، ما الناس ما تيشكيوش بزاف. اما الا كنتي انت انا بعت 1000 بياسه ولا 2000 بياسه في برودوي والناس تيشكيو، لاش صالحه ليا انا ديك ال 1000 ولا 2000؟ الناس تيبرسطوك في دماغك شويه، ما فهمتي؟ فريمون المغاربه راه اون فوا تيحط ريال، تيحط درهم على شي بروداكت تيبقى تابع. واش شنو غادي غطفي عليه التليفون؟ لا، الوغ خاص تخدم برودويات زوينين، خاص تحاول تكون برودوي فريمون تيدير شي حاجه. ماشي غنشري انا برودوي، غنشري انا برودوي مثلا من عند شي شركه وغيوصل لي وغنلقى داك البرودوي ما خدامش، ولا برودوي تحرق، ولا علاش؟ اوكي، هذه من ناحيه ديال البروداكت. اما من ناحيه ديال التريد مارك، يعني الاغلبيه ديال البروداكتس اللي كاينين راه تلقاهم تريد مارك بوسيبل تلوحو. كان وقعت لي انا في واحد البرودوي، وقعت الناس ديجا كونتاكتوني وهضرت معاهم، سي كو جيت لحت بروداكت اوكي بقيت خدام، واحد شويه تي سوبريما ليا الفيديو في فيسبوك. وي نسيت، سي كو انا ما هايديتش لاباج. اولا بعدا خاص تكون لاباج ديالك تكون هايد، ولا تكون فيزيبل غير المغاربه، ما تكونش فيزيبل الامريكان، تكون فيزيبل بزاف ديال الدول، تكون فيزيبل غير المغاربه. بلوس في نقول لك في البروداكت بيج ديالك، الا كنتي خدام بستور في البروداكت بيج، حاول انك دير تصاور تخبي فيهم البراند. اوكي، تخبي فيهم البراند، ما تكون حتى شي كيورد مخالف، حيت هنايا فين غيوقع بوسيبل دابا الشركه تقلب في جوجل يطلع ليها لو سيت ديالك، غتدخل غتلقى انت خدام بالبراند ديالها. الوغ شنو غدير ديك الشركه؟ سيكو غتهضر مع شوبيفاي باش يحيدوا لك البروداكت من السطور. انت باش ما تطيحش في هذا لوكا، هذا انا طحت في هذا لوكا هذا ديال انا كنت نقول المغرب هانية مي ابري طحت في هذا لوكا ورجعت كنديرها. يعني ما تحاولش حط الصوت. الخوت واش كتسمعوا الصوت؟ حيت شي واحد قال لي بلي الصوت ضعيف. الا كان الصوت مزيانه الخوت قولوها ليا باش نعرف. الخوت واش الصوت ضعيف ولا مزيان؟ يلا الصوت ضعيف ولا مزيان؟ تحركوا. هو هذاك، شوف الدراري تيقول لي الصوت هو هذاك. شوف اخويا برونشي مع شي اونبلي ولا شي لعيبه، كان ناقص شويه. كان ناقص شويه، بقينا كان التليفون بعيد. ذاتس جود، نكملوا. هضرنا على قلت لكم هذه القضيه ديجا وقعت لي انا، مي ابري ما تخافوش من داكشي. لا راه حيت هضروا معايا ناس، باش حاولت انني نهضر عليها في اللايف. هضروا معايا ناس في انستغرام وجو بونس في الجروب، الناس شي ناس كاينين في الجروب على هاد القضيه وقعت ليهم وخايفين غيسدوا ليا. لا صاحبي ما تخافش. اشنو دير؟ ما تحاولش تخلي الكيورد في التايتل ديال البروداكت ديالك، يكون الكيورد دير شي كيورد اخر ولا شي سميه ديال البروداكت. حاول ان التصاور يكونوا باينين. امبورت اخويا بغيت نجيب السلعه من علي بابا. اوكي نحيد هاد لي كومونتير مع اون فوا. دابا تنشوف في اللايف هكا تيبانوا لي لي كومونتير، ضروري خاصك تقرا شي واحد وتترجع كتنسى شنو اين موضوع كنتي. صافي كما قلنا تتخبي، ما تكونش سميه ديال البراند في التايتل، ما تكونش باينه في البروداكت، ولا باج ديالك تكون هايد، تكون خدامه غير في المغرب. هذا ما كان. اند نهضروا على 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 الويب سايت. كيفاش كنخدم انايا؟ كنخدم ويب سايت. اوكي، ويب سايت تيجيوك سيلز تتبدا تكونفيرمي وكتلعب. اوكي،
مي اشنو كندير؟ كندير بحال ريتارغيتين، تندير مثلا الناس اللي شافوا 50% و 75% و 95% من الفيديو، الناس اللي شافوا هذا كاملين وما شراوش، اوكي تتحاول تارغيتيهم في اتس بوحدهم. انا كنصيفطهم للماسنجر، يعني تنقول اوكي هاد الناس هادو ما حدهم ما شراوش، يعني ما عرفوش مثلا يشريو في السيت، الور هادو اوكي غيكون فيهم واحد النسبه ديال الربح، غادي تصيفطهم هادوك للماسنجر، يعني غيكون اللينك قبل ليك الماسنجر نتايا تياخذ من عندهم لي كومون، يعني بحال لك تري تارغيتيهم بوسيبل تعطيهم اوفر، حيت غيكونوا شافوا البروداكت ديالك ديجا بواحد الثمن، بوسيبل تعطيهم اوفر وغادي يدخلوا يشريو عندك. فيسبوك لي صراحه مابقيتش خدام بها انايا، مابقيتش خدام بها صراحه، ما عجبتنيش ديك لا كاليتي ديال لي كليون اللي تيجيو من فيسبوك، من ليدز بلوطو ماشي من فيسبوك، ما عجبتنيش ديك لا كاليتي ديال الناس، الاغلبيه فيهم تيبقى غامبرص ليك راسك تيسوال في الاخر كلك حتى لراس الشهر. الوغ كنت خدام غا بسميتو بميسنجر و واتس، ميسنجر مع واتساب وفيسبوك والويب سايت، ميسنجر مع واتساب في الريتارغيتين اوكي، والويب سايت هو اللي اوفيسيال، يعني الناس اللي تيدخلوا اللي كتعتمد عليهم 90% انهم يشريو ولا 80% الناس ديال الويب سايت. اما الناس الاخرين هذوك غير اللي رديتي فيهم تقول انت كتجيب واحد جوج ولا ثلاثه اربعه لي كوموند في النهار من تما، راه فريمون مزيانه، راه بوسيبل غير داكشي اللي غتجيب من واتساب ومن ميسنجر يكون تيكوفري ليك الادز، يكون تيحيد عليك بزاف ديال لي شارج. That's good. حاجة أخرى حيت اش نحاول قبل ما ندير لايف نحط لي بوان اللي غادي نهضر عليهم باش أنني تنبقى عارف شنو غنهضر عليه وما تتبقاش غادي من موضوع الموضوع، حيت فريمون هادشي كتير عطى الله ما يتقال. أوكي دابا نهضروا شويه، نشوفوا لي كومونتير ونجاوبوا عليهم. اللي عنده شي كيسيون الاخوان، شي كيسيون ديجا بدا لقى مشاكل يحط كومونتير، باش انا دابا غنبدا نشوف لي كومونتير ديالكم وغنجاوب على كاع لي كومونتير ان شاء الله. اوكي غنمشي فيسبوك في بي سي باش نشوف لي كومونتس ديالكم. مورا واش شوبيفاي ولا ووكوميرس اخي؟ شوبيفاي ولا ووكوميرس؟ انا ما غننصحكم حتى واحد، انا غنقول لكم جيبوا السيلز، اما تيهمش البلاتفورم باش غتخدم، اما كتهمش فهمتي، سواء شوبيفاي سواء ووكوميرس سواء بي كوميرس سواء اي بلاتفورم اي كوميرس راه غتخدم بها، المهم هو انك تجيب بيعات، المهم هو انك تبيع. انا ما عمري جربت حتى حاجه اخرى من غير شوبيفاي. اوكي 11 كوموند 10 دولار اد سبنس مزيان، 11 كوموند 10 دولار اد سبنس مزيان. اوكي هنا غنهضروا، اوكي خليني باش نشرح باش ما نمشيش. محسن خويا محسن، اولا انا ما يمكنش ليا نقول لك واش مزيان ولا لا، انت غتشوف شحال كتقام عليك الكوست بير سيل، يعني الواحد باش يشري شحال تيتقام عليك، واش تيتقام عليك 10 دراهم 20 درهم 30 دولار 2 3 شحال تيتقام عليك، شحال تتقام عليك الكوموند، شحال كتربح ديك 10 دولار. اوكي واش ديك 11 كوموند، واش 11 كوموند ليفري ولا 11 كوموند غي كونفيرمي ولا شنو؟ حيت هنايا في الايكوم لوكال ما كنمشيوش على شحال جانا من كوموند، لا تمشيو على شحال ليفرينا من كوموند، راه بوسيبل تجيب 100 كوموند ولكن شحال غتليفري في ديك 100 كوموند،
شحال من واحد غادي يجاوبك اصلا غير باش يكونفيرمي معاك، شحال واحد غادي يكون اوكيبي ولا ريبون با، شحال من واحد غادي يكون سي با ما تيجاوبش، ما فهمتي يعني. انت غتكالكولي انا خسرت 10 دولار اللي هي انا خسرت 100 درهم، 10 دولار واه انا خسرت 100 درهم، جاتني 11 كوموند اوكي، شحال انا اللي دريت في ديك 11 كوموند باش غتشوف واش فريمون عندك الربح ولا لا. اما ما يمكنش تحكم هكا اوكي اخي محسن، جو بونس تفهموا الخوت هاد الكيسيون هادي، ديما ما تحاولوش تبداو تشوفوا تقول لا تشن 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 تسمع السيل حسابك باللي فريمون راه تتجيب فلوس، مي الفلوس راه ما تيكونوا حتى حتى كتليبر، يعني انت غترجع شنو هي الكوست، ما غترجعش الكوست غير بير سيل ولا خاص تكون شحال كيتقام عليك واحد اللي تليبر، فهمتي تما غتعرف فريمون واش انت عندك الربح ولا لا. اوكي فيسبوك ها فيسبوك كان دي كونيكتي عندي هنا شنو هو الموضوع. خويا لا كان بن لا كانت شي واحد كيدير لي بواط بشي ثمن مزيان، كيفاش لي بواط اخي؟ اوكي او ماي جاد فريمون يلا حليت ماسنجر اليوم فريمون بزاف ديال لي ميساج. او سوري الخوت والله فريمون ما تنحلش فيسبوك بزاف، بوتيبل نطلع اونلاين ولا ما تنحلش فيسبوك انا تنحل فيسبوك في واحد الفتره اون فوا تنمشي للناس ديك ال 10 دقائق 15 مينوت وصافي. انا ندخل الجروب هنا في البي سي باش نشوف الكومنتس ديالكم. اوكي انه انا اوكي واه انا دابا كنشوف الكومنتس من هنايا غيكون احسن جو بونس حيت صوص فوالا. هل عندك دراية على كيفية تعريب شوبيفاي؟ خويا باغي تموديفي التيم ديال شوبيفاي فريمون سي سامبل، انك غتمشي غتحاول تبدل الا كنتي انت عارف شويه في الديفلوبمون راه غتبدل غير الديريكسيون ديال السيت من ال تي من ال تي ال الار تي ال واقيلا الا كنت باقي عاقل تنري ما نبري شويه داكشي ديال الديفلوبمون وابخي راه كتدخل تمايا راه سير الاونلاين ستور غتمشي لو تيم غتشوف الاكشن غدير ايديت لانجويج اديت لانجويج راه اي ثينك بوسيبل تلقى شي تيم كاع فيه العربيه ما عرفتش عربيك 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 جو بونس كاين شي تيم المهم عربيك ولا راه غتدخل نتايا تما راه خاصك انت تبدل داكشي كامل ترد داكشي كامل عربيه راه عندك تما كيكون عندك لي زانبوت تيكست فيهم الكلمات اللي كاينين في السطور كامل اون فرونسي ولا اون انجلي تتحاول نتايا انك داكشي تردو عربية صافي زادا فغيمون سامبل مكاين لا صداع لا والو. اوكي نشوفو كيسيون اخرى هدا جاوبنا عليه اللي جاوبنا عليه نديرو ليه لايك. واش بيفور ولا افتر انتيغديت فيسبوك عصب خويا فغيمون حنا دابا في 2018 الصاد راه افتر اند بيفور راه ماشي انتيغدي راه انتي غدي ديال بزاف فهمي الحوايج اللي فريمون ما فهمي الحوايج اللي انتي غدي ديال بزاف زعما افتر اند بيفور رايس دولك عليها الاكونت يعني ما تحاولش في الفيديو تتكون في الفيديو الناس اللي ما عارفينش الافتر اند بيفور يعني انا دابا فريمون غادي نحاول نهضر للناس اللي ما عارفينش الافتر اند بيفور هي انك نهضروا حنايا على شي منتوج ديال تخفيف الوزن اوكي
تخفيف الوزن، حرق الدهون. شي منتوج ديال حرق الدهون مثلا، شي منتوج ديال حرق الدهون، تتكون تصويره ديال واحد بنادم غليظ بحالي هكا، تتكون تصويره ديال بلال في 2017 قبل وباء. ما كاينش بلال هنا صافي، لاباس لاباس. تنجبدو تنجبدو لي صدق داخل عاود بلال سير تريني ما عندكم دير هنا. اوكي هذيك هي، وتتكون مكتوبه الفوق افتر بيفور، يعني قبل وبعد. ديك قبل وبعد راه ممنوعه في فيسبوك، ما ديروهاش حيت غيسد لكم الاداكاونت ديالكم. الا ما تسدلت الاداكاونت تي بلوكي، والمهم على حساب. المهم راه في الاغلبيه تيسدوا الاداكاونت، ما تحاولوش ديروه. اوكي انا نشوف كومنت. اوكي جاوبنا على افتر اند بيفور. اوكي عبدو خويا انا يلاه بادي، وبصراحه لقيت مشكل، المدينه ديالي صغيره بزاف، بديت نكبر البروجي ديالي، مي بديت من مي بديل ديالي من غير امانه و بور كورس. يلاه بادي لقيت مشكل في المدينه ديالي صغيره بزاف، بغيت نكبر بروجي. بغيتي تكبر بروجي راه ماشي ضروري انك الا كنتي عارف شنو كدير، ماشي ضروري انك تبقى خدام غير في مدينتك، يعني بوسيبل تما تزيد توسع. برمي اللي ننصح به اخويا، غير دخل لجوجل شوف الشركات، راه كاين بزاف ديال الشركات اللي بغيزون، حاول تتعامل مع شي وحده. انا ما نقدرش ننصحك بشي شركه نقول لك خدم مع هذه ولا خدم مع هذه، ما جامي غننصحك بشي شركه حيت ماشي ساتيسفي بداكشي اللي جربت. هضر ما نقدرش ننصحك. مي كاينين شركات، كاينه اراميكس، كاينه بزاف ديال الشركات، يمكن خاص غير تمشي تخرج تحرك، سير عندهم البيرو هضر معاهم شوف شنو كيديروا كيفاش يخدموا وهادي وهادي. خويا حميد عندي 215 فيزيتور في ستور وما كاين حتى سير. والله هي كيس، عندي 215 فيزيتور في ستور ديالي ما كاين حتى سير، وفيسبوكات دايرو وانا ترافيك لين كليك، فين يقدر يكون المشكل؟ هاد 215 فيزيتور يعني خاص نشوف شحال من اتو كارت كاين، واش كاين الاتو كارت ولا ما كاينش، واش كاين تشيك اوت، واش وحاولوا ديما الخوت. انا غنكتب لكم السميه ديال لابليكاسيون اللي هي هوتجار. هاد هوتجار هادي سيكون كتانستاليها في ستور ديالك، كتبدا تصور لك لي فيزيتور فاش كيدخلوا للستور، واش شنو كيف واش كيدخلوا لشي باج، وشنو كيديروا، واش يخرجوا، واش تتعرف الفيزيتورز ديالك. بوسيبل شي مرات تيكون عندك مشكل في السطور وانت ما جايب الدنيا اخبار، تما تدي ديك ديال المشكل اللي عندك، تتعرف فين كاين عندك المشكل وكتصلحو. حميد بغيت نسولك، ماشي في اطار لوكال ولكن ندير دروب شيبين بواحد البراند. خويا ما فهمتش، خويا صلاح ما فهمتش الكيسيون ديالك، حاول تطرح كيسيون تشرح فيها كلشي باش انني نقدر نجاوبك. سو انا داير ليك كومنتس ديليتد، يلا قريتو ديليت الكومنتس. اوكي يلا تتكومنتي مره اخرى. الحمد لله كاين لي كوموند، مي ماشي مشكل، مي المشكل في الاستمراريه يعني بشكل يومي. وي فريمون اسامه، المشكل ماشي في لي كوموند، المشكل انك تستمر. او بلال 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 غضبان تيدير نو يو ار انجري. فين فين بلال فين؟ او خاصنا نعيطو على بلال، راه توحشنا. انفايت عادي بلال.
احنا نتسناو بلال يدخل. ادخل بلال، ما تخافوش ما تخافوش، دقشت صافي. بلال ما بغاش يدخل. مزيان اخاي بلال، نبدا ندير لا ليفريزون عند الدوميسيل، شي شركه ديال ليفريزون ديجا جاوبت على هادشي. شحال باش نطلق الاتس باش نعرف البرودكت خدام ولا لا؟ بوسيبل تيستي ب 10 دولار، انا كنت تيستي بك 20 25 دولار، بوسيبل تيستي ب 10 دولار. اوكي سمعت شنو كدير المشاكل. انا كنحاول دابا نقرا الكومنتس باش انني نجاوب على لي كيسيون اللي مهمين. كيفاش كدير البرايسين البرودكتس ديالك وفين كتجيب الباكيج؟ اوكي مزيان، ديروا لي لايك. خميس نهضروا على البرايسين. البرايسين يعني في الاول فاش غتشوف انت لا مارج ديالك في البرودكت، لا مارج ديالك في البرودكت خاص تكون هي القليله 100 درهم. اوكي يعني تتحط البرودكت برايس، شحال باش كتشري نتايا البرودكت. نقولوا تنشريو البرودكت، نعطيو مثال. عندي صبور هنايا سبونسر، واش غتقول ليكم؟ نهضروا على، نقولوا مثلا عندك واحد البرودكت كتشري ب 30 درهم. اوكي ماشي بنش، ماشي بنش. اوكي المهم انا غنكتب القيم نديرو بحال هكا. اوكي عندك واحد البروداكت كتشري ب 30 درهم. اوكي هاد البروداكت اللي كتشري ب 30 درهم وعندك انت خاصك 100 درهم ديالك ديال الربح، وخاصك نقولوا مثلا 30 درهم ديال لي بغيزو. خاص كالكولي هادشي، 30 درهم و 30 دي دابا 3 دولار 3 و 3 6 دولار و 10 دولار اللي هي 16 دولار البونس 160 درهم. ما تنعرفش نحسب الدرهم. اوكي يعني غدير ليه مثلا 160 درهم كونتيست. اوكي يعني راك مخلص لي شارج، بقات ليك 100 درهم ديالك. هذا غير كونتيست، كتيستي شتي البروداكت بدا كيتباع مزيان، راه بوسيبل تزيد ليه في البرايس ديالو، فهمتي؟ بوسيبل تزيد البروداكت في البرايس على حساب الكومبيتيتور. راه يعني كتحاول انك نتايا تتحاول انك تسباي على الكومبيتيتورز ديالك، الناس اللي خدامين على نفس البروداكت مثلا، شحال باش كيبيعوا هنا، شحال باش كيبيعوا هنايا. ثم تدير البرايسين البروداكت ديالك. اوكي نكملو. تنجي مسيبي الكيسيون تنجي ديال اللقاء، ما عرفت فين الكيسيون. ماما فوالا هي الكيسيون. وفين كتجيب الباكيج؟ الباكيجين اخويا ما تحاولش دير شي باكيجين، تحاول دير لوغو، تحاول دير ما عرفت شنو. يعني كبداية راه الباكيجين يكون سامبل كارتون عادي، كاين في ضرب عمر، كاين في ضرب عمر مول الكارتون، تيبيع الكارتون تيكون خاوي، وانت ناض وانت كتتكد الباكيجين. اوكي كاين شي اسئله اخرين جوبونس اخوتي؟ لا كاين شي اسئله اخرين. انا في فيسبوك ماشي ما تيطلعوش ليا الاسئله بزاف بحال هكا. سوليسيون الى تسد فيسبوك ات، علاش يتسد فيسبوك ات؟ علاش شنو هو السبب باش تسد فيسبوك ات اخويا؟ قول لي غير السبب. لا 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 ما كنطبعش فيه اللوغو، ما كنطبعش فيه اللوغو. لا لا بوسيبل دير واحد الحاجه سيكو، غدير واحد الكارت فيزيت دير مثلا كارت فيزيت. اوكي دير كارت فيزيت شي حاجه بحال هكا، كارت فيزيت تكون فيها مثلا يعني باغمي لي زين
تكون فيها النيميرو ديالك في التليفون، يكون فيها لو سيت ويب ديالك، وحطها مع البروداكت تو سامبلومون. طبع مثلا شحال باش غتطبع؟ 1000 1000 كارت فيزيت 500 درهم، ولا طبع غير 100 ولا 500 في الاول 500، وانت مزيان. يعني ما يحتاجش تمشي عاود يلاه حيت الباكيجين حتى هو سير طبع دير فعل. انت لا بغيت تكونسونطرا على انك تجيب لي كوموند وتليفريهم مزيان. اون فوا غتسالي تعرف لي بغيزون مزيانه عندك، تعرف النسبه ديال الروتور، تعرف الداتا ديالك مزيان، تما بوسيبل تبدا تزيد ديفلوبي، تزيد دير الباكيجين ديزايني يكون فهمتي. وانت غادي ستيب باي ستيب، ما تحاولش انك دير كل شيء في خطره، غتصدق ما غدير والو. privacy policy ودويت معاهم قالوا لي لا. واش كيفاش privacy policy؟ لا 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 خويا، ما ماشي privacy policy، ما يعني تكون انت خالفتي شي قوانين ديالهم باش يسدوا لك. مي دون تو لي كا، الا كانت تسد لك فيسبوك ادز، خاص كلشي جديد فورماتي بي سي شي فيسبوك. حاول انك الا باغي تحل فيسبوك ادز، الا كان عندك ديجا شي فيسبوك قديم شويه وحل بيه. سيمو ادريسي نيتش اللي خدام عليه هذا تيبان في كيبان في اللايف. انا نيتش اخويا، عطينا النيتش با ناسيم، عطينا النيتش اخي. اوكي هذا ما كان، يعني حاول انك فيسبوك ادس يكون شويه ديجا قديم فيها اكتيفيتي، وكتتكري في فيسبوك ادس، وحاول انك تبدا غير بشويه. ما تحاولش انك حاول انك تبدا غير ب 5 دولار في النهار، 10 دولار على ما يتقطع على ادس واحد دو فوا. كلشي ديفيرون، راه كارت اخرى كلشي اخر. ما تحاولش انك تبغي تخدم بلاكات اللي ديجا تسد لك بيها فيسبوك ادس، حيت جو بونس ما غاديش يخدم. هذا ما كان. واش ضروري نفتح ستور عاد دير ادس في الفيسبوك ولا غير لاباج براك؟ خويا هاد الكيسيون هادي ديجا جاوبنا عليها في اللايف اللي فات، سير وتفرج في اللايف اللي فات، حيتاش اللايف اللي فات كنا هضرنا جينيرال مزيان على هادشي باش تفهم مزيان. حاول تفرج في اللايف اللي فات. اوكي با حمزة، أناس شنو هو أقل رأس مال باش تبدا؟ أقل رأس مال باش تبدا؟ أقل رأس مال باش تبدا؟ جو بونس تا سيم كيسيون راه هضرنا عليها حتى في اللايف الأول. سيم كيسيون، ما تحاولوش تبقاو تعاودوا لي كيسيون. اللي ما كانش تفرج في اللايف الاول يحاول يتفرج فيه، حيت انا راه فريمون غبرت دو سمين ولا 3 سمين، حيت او موان في هاد دو سمين 3 سمين خاص تكونوا تفرجوا في اللايف اللي الاول، عرفتوا شنو تقال فيه، عرفتوا شنو ناقشنا فيه، باش نمشيو غادي طالعين. يعني كل مره لي كيسيون كيتزادوا شويه تيطلعوا في النيفو، ماشي غنبقاو ديما حنايا تنهضروا على داكشي اللي ديجا هضرنا عليه. اوكي واش اخويا كتارغيتي الماروك كان ولا كتختار سيتيز؟ و شنو اكثر مدينه كتجيب ليك الريتورن؟ وشكرا خويا. انت وكيفاش باغي تخدم؟ اوكي جربت انني نتارغيتي المغرب كامل خدام، جربت انني نتارغيتي مدينه بمدينه خدام. اوكي انت واش انتقد انك تشد بزاف المدن؟ تسول راسك واش انتقد انك تشد بزاف المدن؟ قد تبارك الله دخل طحن الماروك كامل، طحن الدولار، طحن الدرهم. ما قلتش انك غتكونسونطرا مع بزاف ديال لي فيل، حسن تاخذ فيل تكون كبيره شويه، مثلا كازا، رباط، مراكش، اكادير، طونجي، تطوان. تاخذ مدينه وغتكونسونطرا عليها وغتخدم عليها، فهمتي؟ حتى تضبط مسائلك مزيان في المدينه، تما بوسيبل تزيد المدينه وانت غادي. اوكي شي فورنيسور في مكناس نشري منه لي برودوي. خويا راه الناس في الدراري تما صحاب المحلات في درب العمر راه تيصيفطوا لي برودوي حتى لمكناس. يعني هالبرودوي اللي بغيتي تتقول لي شنو، مي خاص ديجا تكون طلعتي في المكازا وهضرتي معاه وهادي صافي. ابخي راه انت كدوز ليه فيغمون بونكير وهو تيصيفط لك البرودوي حتى لمكناس، هنايا كتمشي تاخذ الكونتيتي اللي بغيتي.
واش الا كنت تنبيع غير في مدينتي واش ضروري لومبالاج؟ لا خويا لومبالاج ماشي ضروري. بوسيبل دير شنو كتسمى، بوسيبل دير داك الصاك، الصاك باش تكون تتقضى في شي يعني مول حانوت تيعطيك واحد الصاك ما فيه لا لوغو لا والو. الا كنتي نتايا اللي الا كنتي نتايا اللي كتليفري، بوسيبل تبدا تليفري غير داك الصاك تو سامبلومون. شلت السلعه الشينوا كدير ليا مشاكل بالنسبه للكليان. اوكي شنو هو الحل؟ الحل ديجا هضرت عليه، الحل هو اللي قلت لكم في الاول فاش قلت لكم ما تحاولوش تخدموا على اي بروداكت لقيتو، حاول انت جرب داك البروداكت بعد طوندوز. اوكي انا جربت داك الطوندوز اجي براسي بيه انا نشوف كي داير. هاد يعني حاول تعرف فريمون داك البروداكت واش يدير، واش وصا فونكسيون بيان، واش تيخدم مزيان صافي. الا كان داك البروداكت راه تيخدم مزيان راه ما غاديش تيفطو لواحد وغايدير ليك نيجاتيف فيدباك وغايبسط ليك راسك وغايدير ليك مشاكل وغايدير. اما الا كنتي غير كتهز البروداكت كتحط في السطور وكتلوح وكتبيع وكتمشي هكا راه ما غتسنى غير المشاكل ديال لي كليون، حيت تتلقى بزاف ديال لي بروداكت ما تتلقاهم ما مزيانينش فهمتي. حاول انت راه ولكن عاوتاني او ميم طون طلع بزاف ديال لي بروداكت اللي بغي موش تلقى بروداكت مزيان. سيمو ادريسي اتوحشناك اخا سيمو، اسلمنا على حمزه. شحال تتخرج من كوموند بارلو خويا؟ ما تسولنيش انا على شحال كندير شحال كندير، داكشي ما غينفعك بوالو نيشان. انا جيت هنايا باش نشوف مشاكلك باش نحلهم معاك، مشاكلي انا خليهم عليك. اوكي نشوف هاد الكيسيون هادي. محمد على خي حميد كنطلق كامبين وما كي ما كيتقبلوش علما انه كاينين شي وحدين ديجا طلقتهم، فين كاين المشكل في نظرك؟ فاش ما كتقبلش لي كامبينا خويا راه تيقولوا لك علاش. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف سيكو راه بزاف شي مرات تيوقع داك المشكل ديال تطيح كامبينا ما كتقبلش. اوكي دابا راه ما كاين حتى مشكل في الفيديو، تيقولوا لك اوكي راه ما كتفولويش الادفيرتايزينغ بوليسيز ديالنا وديما داكشي باش ما قبلناش كتشيكي الفيديو ما كتلقى فيه حتى مشكل، كتهضر معاهم تدخل لاتس اللي ما تقبلش تيحطو لك شي واحد البوطونه ديال انك تدير ابيل على هادشي تتكليكي تما كتعمر ليهم فوالا انا راه تشيكيت لا فيديو ديالي راه ما كاين حتى شي حاجه مخالفه للفيسبوك، بليز عاودوا تشيكيوها وتاكدوا من هادشي. تيعاودو تشيكيو تي ابروفيو ليك الكامبين هادشي الا ما كان فيها والو، يعني خاص تكون بعدا ما فيها حتى مشكل. اوكي سلاح شنو كدير ليا مشاكل ديجا جاوبنا عليها. سيمو شنو كتجاوب الزبائن اللي كيسولوك واش شنو فريمون؟ والله ما عرفتش باش يجاوبوهم، ما عايتينك راه ما يمكنش تقول لي راه شنو فريمون امبوسيبل، حيت تكون تخدم على بروداكت فريمون مزيان. الناس واخده نظره خايبه على لي بروداكت ديال تشاينا، لي بروداكت ديال تشاينا راه ماشي كلهم خايبين، ماشي كلهم سافونكسيون بيان. يعني الا انت كنتي كدير فلتر تتحاول تفلتري لي بروداكت اللي كتخدم عليهم قول لهم ماشي تشاين، حيت اون فوا غيوصلوهم بروداكت غيجربوه غادي يحسوا بديك راه فريمون هاد البروداكت تيدير شي حاجه. اوكي
باش قلت لك ما عرفش حيت ماشي انا اللي تنجاوب وصافي. شنو هو قال راس المال باش تبدا؟ شحال من يونيتي كتجيب في الاول باش يلا كتبغي تجرب؟ ما كنجيب اخويا لا يونيتي لا والو، كنتيستي ديريكت يعني، ما كنحاولش نمشي نجيب واحد خمسة د البياسات ونتيستي البروداكت ولا 10 ولا يعني، ديريكت كتيستي الى خدم ليك، كتعيط على الفورنيسور شكون اللي يصيفط لي قدا وقدا البلاصة الفلانية صافي. وي درت بي بي اي وجاوني لي كوموند، شنو ندير ابخي؟ نعاود كامبين اخرى ولا شنو احسن طريقة في نظرك خويا؟ ما فهمتش، درتي بي بي اي، درتي بوست انجيجمنت، جاوك لي كوموند وي مزيان، شنو ندير ابخي؟ نعاود كامبين اخرى ولا شنو احسن طريقة في نظرك؟ الا كنتي كتهضر يعني انت جاوك لي كوموند وبغيتي تزيد في لي كوموند، بوسيبل تهز غير ديك ديك الادسيت تبليكيها، بلوس بوسيبل تزيدها في البادجيت يعني، داكشي اللي درتي مزيان. كاين شركة خويا حميد، كاين شركة وبغيت نجيب السلعة من علي بابا، بغيت نجيب السلعة اكسبورتي من علي بابا، بغيت نعرف الحالة القانونية ونوع السلعة اللي يدخلها والمشاكل المتوقعة. المشاكل القانونية داكشي بيبو بزاف اصاحبي، راه يعني انا ما عارفش داكشي مزيان يعني اون ديتاي. اوكي باش نهضر ليك على المشاكل القانونية كاملين، ونهضر ليك على نوع السلعة اللي خصك تدخل فريمون، داكشي راه كاين غير في جوجل في لو سيت ديالهم، دخل لو سيت ديال لا ديوان، راه فيه بزاف ديال المعلومات على ليكسبورتاسيون، حاول انك تقراهم حيت فريمون ديك حوايج كتار بزاف فهمتي، الا ديجا عارف البروسيدور. ما كنتيش عارف البروسيدور راه هضرت عليها في لا فيديو اللي فات، هضرت على البروسيدور ديال تيكسبورتي في لا فيديو اللي فات الا كنتي شتيها خويا سعد. اوكي وإلا كنت عندك يعني شي حاجه اخرى تكون وضح السؤال مزيان، حيت السؤال الحاله القانونيه داكشي كامل، انا ماشي محامي اصلا فهمتي. بوسيبل تستشر محامي في هذه القضية، خاص يعني تسكين شي حوايج فغيمون انا ما تنعرفهمش، ما تنعرفش كل شيء عاوتاني. صافي يا بابا سعيد، محمد علا اخي حامد كنطلق لي كومبين، عاد ديجا جاوبت هاد السؤال جو بونس، لي كيسيون غير تيتعاودو. مازالين تحت. اوكي والساعة انا دابا هبطت غير شوية، يحسب لي واش تسالا والساعة راه مازال تحت بزاف. واش كتستهدف الصفحات ولا الاهتمامات؟ اخويا ما كنستهدف والو، كنحاول نبيع برودكت برود، تنحاول برودكت نجي تبيعه للناس برود بزاف، ما كنحاول نستهدف التبار حيت فريمون ما عمري جربت، مي تنخليها برود تجيني احسن، برود تنحاول انا ندير غير لا لونغ والاتكابي، انا تندير اتكابي بفرنسي، سكينين فيسبوك ادس، سكينين فيسبوك ادس اخويا، ما فيه شي حاجه، ما كاين غير غدوبليكي وغتزيد في الباج، هذا الشيء اللي كاين.
بغيت شي سوليسيون باش يتزادوا لي سيرم، نفس الشيء غدوبليكي 4 سنت في النهار، الا كانت مربحك دوبليكي زيد في البادجيت مثلا، دير فوا دو ولا زيد، ولا دير فوا تخوا على حساب البادجيت ديالك، وشوف شوف واش مسلكك ابخي. هات كابي فرنش اور عربي، اني ادفايس؟ سو ادفايس، انا خدام بات كابي فرنسي، وانا لي فيديو ديالي تنحاول يكون فيهم الفوا اوف. سو الخوت 3 ساعة فريمون ما كرهتش نزيد معاكم، مي عندي دابا كور ديال لونجلي، تندير كور ديال لونجلي فيا سكايب مع واحد الأستاذة، سو خاصني نخرج دابا، يلا غنريح واحد ربع ساعة باش أنني نبدا لي كور ديال لونجلي. سمحوا لي بزاف حيت تنتعطل باش ندير لي لايف، فريمون والله إلا مشغول ديال بصح، ما تلقاش الوقت باش ندير شحال من حاجة خاصها تدار. و تاني حاجة بغيت نوجه واحد الميساج للناس اللي جاي، شفتيكو هنايا تنديرو في الجروب لايف، حنا تنديرو لايف باغي نفيدو الناس هنايا اللي الداخل ديال الجروب، كاينين شي ناس تيهزو لي فيديو تيلوحوهم في يوتيوب، المهم راه ماشي لصالحكم باش انهم يتبارطاجيو هاد لي زانفورماسيون في يوتيوب، يرجع داكشي في يوتيوب بزاف، وهادي ماشي في صالح. اوكي لحتي فيديو في يوتيوب، علاش خدي شي فيديو ديالي لحتيه في يوتيوب باش تربح منه؟ انا ما تنحسدكش تربح منه، الا كنتي غتربح غير ربح هانيه. اوكي شحال ثمن كورس لونجلي؟ شي 100 دولار للساعة، جبون 115 دولار للساعة. اوكي فريمون داك الوقت اللي غتخسر باش انك تجي عندي تهز لا فيديو تيبلوديها، وشات لي كونيكسيون، وشحال خسرتي د الوقت وهادي، باش ديك لا فيديو ما عرفت واش خطرت لك حتى 10 دولار في الشهر. فريمون راه غير كضيع الوقت ديالك. فهمتي انا فريمون الدري اللي تيلوح لي فيديو هكا ماشي ما بغيتش يشير بحال ضهري، ولا ما عنديش مشكل، هز لي فيديو ديالي لهم، انا غير كتشارني، انا ما بغيتش نتشار فريمون. غير على هادشي، وانا كفاني الكوميونيتي اللي تنعرف دابا، والدراري اللي تنعرف. بيس، سو هذا ما كان الخوت، تهلاو في راسكم، سيو. والدري اللي كيدير لي فيديو في يوتيوب، حاول اخويا غير شوف، غير هز هاد المعلومات اللي كنهضروا عليهم في هاد لي فيديو وطبقهم، ان شاء الله راه غدير الارقام بزاف كثر من داكشي اللي كتخسر الوقت في يوتيوب. الدراري بالتوفيق ليكم، خاصني شي ادمين اخر في الجروب حيت فريمون ما تنساليش، شوفوا ليا شي ادمين، فوطيو ليا شي ادمين، فوطيو ليا على شي ادمين في الجروب. وهذا ما كان سيو، ان شاء الله غنحاول ما نتعطلش، ونحاول هاد السيمانه نريكوردي شي فيديوز، وهادي على كيفاش تخدم فيسبوك، هادي نريكوردي شي فيديوز. اوكي سيو الخوت، السلام عليكم، تشاو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.